مرحبا بكم في قناة دي دو سومدي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومدي. هلا ان شاء الله نتكلموا على فوائد الشعير في تربية الأرانب. اول حاجة نهضروا على النوع ديال الشعير اللي كيتعطى ومناسب للأرانب، وهو شعير كيقولوا له البيزانة. شعير البيزانة هو يعني على حسب المناطق ديال المغرب، في المنطقة الشرقية حنا كنقولوا البيزانة. كاين اللي كيقولوا عنده رويزة، كاين اللي كيقول رويزة، وكاين اللي كيقول البيزانة. المهم الشعير وهو هذا ما كيكون ماشي داك اللي كيكون عنده بحال الزغبة طويلة، لا كيكون هكا داير هكا، كيصلح للدجاج وكيصلح حتى للأرانب. إذا نهضروا على الثمن ديالو. الثمن ديالو الا بغيتوا تشريوه بالكيلو كيدير 70 ريال الكيلو، يعني 3 دراهم ونص الكيلو. ولكن الا بغيتوا تشريوه بالجمله راه كيطيح شويه رخيص، كيطيح بداك 2 دراهم ونص، يعني درهم في الكيلو، راه مزيان. نهضروا دابا على الفوائد ديالو. الفوائد ديالو وهي اول حاجه انه انتم لاحظوا معايا، راني عطيتهم قبيله هذا الشعير، لاحظوا ان كيعجبهم بزاف. انتم ورا كياكلوه بواحد الشراهه. اذا نهضروا على الفوائد ديالو. الفوائد ديالو وهي اول حاجه وهو الحفاظ على صحه الامعاء. يعني الناس اللي عندهم الارانب ديالهم كيعانيوا من اضطرابات هضميه ولا دوك الكوليستريديال، يعني لا دياري، الشعير راه كي كتعطيو لهم كيقاد لهم الامعاء ديالهم. حيث ان الشعير هو غني بالالياف الغذائيه، عليها كيساهم في الحفاظ على الحركه منتظمه للامعاء وتا الافرازات ديالهم، يعني الفضلات ديالهم عزكم الله، كتخرج بواحد الشكل منظم منتظم، وكيحافظ على نظافه المعده كذلك. كاين قضية أخرى وهو أن الشعير كيساهم يعني في الشعور الأرانب بالشعور بالشبع. يعني الناس اللي عندهم الأرانب ديالهم كي عندهم شجار ما بين الأرانب، ولا عندهم الأرانب يعني شرسة، ولا عندهم الأرانب يعني الأمهات كتاكل الصغار ديالها، يعني هذا الموضوع راه مهم بزاف. عطيهم الشعير. الشعير أش كيدير لهم؟ كيخليهم كيحسوا بالشبع. يعني ملي كيحسوا هما براسهم شبعانين كيوليو مهدنين، ما كيبقاوش يتشاجروا بعضياتهم، ما كيبقاوش ياكلوا بعضياتهم، ما كيبقاوش الام كتكون ديما شبعانه. ان يعني الام الا مشات تجاعت ولقات الصغار ديالها قدامها، راه بطبيعه الحال غادي دير فيهم شي فضيحه. اذا كما ان الشعير كيحمي المراره من الحصى، يعني هذا الشيء راه كينطبق حتى على الانسان. الناس اللي كيخافوا على المراره ديالهم من الحصى، يعني من ديك الحجيرات اللي كيتجمعوا في المراره، ياكلوا الخبز ديال الشعير، ياكلوا الشعير، يشريوا الشعير ويعجنوه وياكلوه كخبز. راه جد جيد للمراره. كاين اخيرا يعني النقطه المهمه في هذا الموضوع وهو الخصوبه. الناس اللي عندهم الارانب ديالهم، يعني النسوات ولا الذكور، يعني ما بقاش عندهم واحد النسبه ديال الخصوبه عاليه. كونوا متاكدين ان الشعير راه مهم بزاف في هذه القضيه هذه. يعني كي كتعطيهم الشعير كتحسوا بهم انهم ولاو كيتجاوبوا معاكم في القضيه ديال التلقيح. التلقيح يعني التزاوج، كيبقاو يتزاوجوا، كيبقاو يولدوا، كيبقاو يعني النسبة ديال الخصوبة ديالهم كترتفع، كيولي النتوة قبل أنها تلقح مر ملي كتولد، وكيولي الذكر كذلك يعني عنده واحد الخصوبة عالية، يعني قادر أنه يلقح نتوة وجوج وثلاثة في نفس الوقت. يعني كتحيد النتوة الأولى كيلقحها كيتزاوج معها، النتوة الثانية، النتوة الثالثة، كلشي هذا الشيء بفضل هاد النبتة اللي عاطينا سيدي ربي، هاد الحبوب ديال لا 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 الشعير. اذا عقلوا على الشعير، راه في الحقيقه راه رخيص في الثمن بالنسبه للسيكاليم، راه رخيص في الثمن. الخنشه ديالو راه كطيح رخيصه، كتولي كطيح بديك 110 دراهم،
يعني فيها كميه كبيره، الكيلو كيطيح بقل من 2 دراهم ونص راه مزيان، اما الا شريتو بالديطاي هكا يعني يعني بالكيلويات كيطيح شي شويه غلا. اذا هذه هي فوائد ديال الشعير بالنسبه لتربيه الارانب. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، وما تنساوناش في جرجام باش نزيدوك التكي على ديك الايقونه لتحت ديال زر جيم باش نزيد تشجعوني باش نبقى نعطيكم مثل هذه الفيديوهات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر الجرس وتكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس، كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.